طلعت. سأكون أول من يلوف. روعة، مجموعة كاملة من كل أنواع الآيس كريم المختلفة. دورك كيت. أشعر بالدوار. على ماذا حصلت؟ أولا لماذا هذا العقاب لي؟ فلفل الحار، لا أستطيع حتى تذوق الكعكة اللذيذة. أحسن. نعم، كعكتك تبدو خطيرة مع كل هذا الفلفل، لكن الآيس كريم سوف يزين الكعكة فقط لأنه مشرق جدا ولذيذ. أحسن. حتى أنني أعرف كيف أجعل الكعكة أكثر جمالا. سأضع قبة في الأعلى. الآن الآيس كريم الخاص بي وكأنه في الدلو، وسيكون من الأروع جعل الكعكة أعلى على سبيل المثال بمساعدة كرات الآيس كريم. واو، كم يبلغ طوله؟ أنت لا تعرفي كم هو لذيذ. الآن سأجرب قطعة وأصف لك كل شيء بالتفصيل. واو، مذهل كما توقعت، لذيذ جدا. كيت، هل تريد التجريب؟ بالطبع أريد. تريدي؟ لكنك لن تحصلي عليه. لماذا تحتاج كعكتي عندما يكون لديك هذه الكعكة الكبيرة بالفلفل؟ هيا ابدأي. آمل ألا أشعل حريقا هنا بعد بضع قدمات. تمنوا لي حظا سعيدا. أوه، فمي كله يحترق رهيب. لن أخذ قدمة أخرى في فمي، هذا عذاب حقيقي. إذن علينا أن نلجأ إلى عجلة العقاب لنرى ما هي العقوبة. إنه تباسكو الحار، سأجعل كعكتك أكثر حدة. أوه، ماذا تفعل؟ توقف. تحولت الكعكة من الأزرق إلى الأحمر. يا له من كابوس، الآن بالتأكيد سأشتعل. إذا كان هناك حريق هنا فأنت الملام. توم، كم هذا حار، لا أستطيع حتى أن أشعر بفمي. هوهو، ولديك بخار يخرج من أذنيك. أوه، أعتقد أنني أطير. إلى أين؟ ومن سيأكل الكعكة؟ على ما يبدو هذه المرة نحتاج إلى إيقاف العجلة بأنفسنا. سأفعلها بشكل أفضل وعيني مغمضتين. ماذا؟ مايونيز ومخللات؟ لم أخطط لصنع سلطة؟ علي أن أكون أكثر حظاً. أتمنى أن تكون لذاذة. هذا غير عادل، أحتاج إلى إعادة. كل شيء عادل. إذا كنت تغشي سيتعين علينا الحصول على عجلة العقاب. حسناً، أين الهدايا خاصتي؟ أنا أحب النوتيلا والبوينو. لابد لي من إعداد أكثر البرجر على السعرات الحرارية، رأيته على الإطلاق. المايونيز سيء للغاية، كما لو أنه الدهون فقط. والنوتيلا رائعة بكل بساطة، سوف أكلها طوال الوقت. كيف سأصب المايونيز على الكعكة؟ إنه سميك جداً. هذا يثبت مرة أخرى أنه دسم جداً. أحسن. لدي فكرة، النوتيلا سميكة أيضاً، لذلك سأعمل معها وكأنها معجون. كل ما أحتاجه هو وضع العجينة على الكعكة. إنه ألذ معجون رأيته في حياتي. الآن يبقى فقط توزيع العجينة على الكعكة باستخدام هذه الأسطوانة. ستكون لذيذة بشكل متساو. وأنا أيضاً أحتاج إلى تجربة. الآن لدي شوكولاتة على وجهي، هذا رائع. على الأقل سأجرب شيئاً لذيذاً. مايونيز غبي، لا يريد أن يخرج. هيا انسكب بالفعل. أخيراً، لكن يبدو مثير للإشمئزاز. هناك شيء خاطئ في كعكتي، ربما ليست متساوية تماماً. أحتاج إلى إعادة النظر. وفي غضون ذلك سأستعير هذه الأسطوانة وأضع المايونيز فوق الكعكة. عرفت ما الخطأ. أحتاج إلى جعل الطبقة العليا أضيق قليلاً. ما هذا؟ من أين يأتي؟ المايونيز. كيت، أعرف من هو الملام هنا، لقد أفسدت الكعكة. لماذا وضعت المرطبان على يدي؟ لتعرفي كيف تزعجينني. بسرعة أزلها الآن.
الآن؟ ليس لدي وقت، أنا بحاجة لترتيب الشوكولاتة على الكعكة. بالمناسبة هذا عمل مهم للغاية، اتضح أنه مثالي. وكيف سأرتب الخيار؟ هذه المهمة أصعب بالفعل، خاصة عندما تكون يدي محصورة في المرتبات. انظري إلى الكعكة التي صنعتها، إنها شوكولاتية جدا وكبيرة. أنا أيضا أريد التجريب، أعطني قطعة وسأعطيك خاصتي. خاصتك؟ إنها قبيحة جدا. لا، هذه المعجزة الشوكولاتية الخاصة بي تكفيني. كم هو لذيذ يا رفاق. أنصح الجميع بتجربة هذه الكعكة، شعور لا يوصف. أحتاج إلى تجربتها أيضا، لا أعتقد أنني سأكون سعيدة بهذا القادر. هو يجب أن تري وجهك. لدي كعكة رهيبة. ماذا لدينا هذه المرة؟ حلوى غزل البنات، ممتاز. أريد الحصول على لذاذة أيضا. وح حسنا، مجرد شموع صغيرة. هذه الشموع يجب أن تأكلينها، سوف أشاهدك وأضحك. لكن علي أولا تناول هذه الحلوى القطنية، لا يمكنني أكلها هكذا فحسب، بل يجب إعداد أشكال منها كالشوارب. وليس فقط شوارب، لحية أيضا. والآن أنا قرصان. ومع ذلك حلوى القطن شيء عظيم، لذيذ، والأهم من ذلك ممتع جدا. أوافقك وسأجربها أيضا، آمل أنك لا تمانع. إنها حقا لذيذة. لذيذة؟ كيف تجرؤين؟ أعيدي كل ما لديك إلي. لن أدعك تلمسينها، سأقوم بتزيين الكعكة الآن. كل مليمتر من القطن مهم بالنسبة لي، وأيضا يمكنني صنع أشكال جميلة جدا من الصوف القطني، أرانب وحتى بطة. يبدون رائعان جدا على كعكتي اللذيذة والكبيرة بالفعل. حان الوقت لتجربة هذه المعجزة. لذيذ جدا كما اعتقد. كعكة بالشموع بالطبع رائعة، لكن كيف سأكلها؟ ربما علي نفخهم ببساطة وهذا كل شيء، لكنهم يبدون رائعين جدا، علي أن أعترف. الآن سأضيء الشموع لجعلهم أكثر روعة. والآن سأنفخهم وهذا كل شيء. أتعتقد أن هذا مضحك؟ لقد أطلقت إنذار الحريق. الآن كلنا مبللين. ماذا فعلت؟ أنا لا أرى أي شيء. ما أنا أحمق. توم، هذا كله بسببك. شيء جيد أن الكعكة لم تتأذى. لكن كعكتي دمرت. على الرغم لا تزال لذيذة بشكل لا يصدق. حان الوقت لتجربتها أيضا. بالطبع الشموع تأذت، لكن الكعكة لا تزال رائعة. أنا سعيدة. ربما سأخذ هذا، طلبته. إنهم يطرقون الباب بالفعل. إنها الطلبية، سأفتح أنا. التوصيل، مرحبا. ها هو طلبك، يوم جيد، إلى اللقاء. واو، صندوق ضخم جدا، دعونا نوزعه. أنا بحاجة إلى تحريك هذا الحطام القديم. يجب أن أساعد، سوف أشارك، سأفعل ذلك بسهولة. وأنا سأزيل القمامة، هذا مفيد أيضا. ها هي الألواح الخشبية. ما هذا؟ أوكي. الآن سوف أطرق هذا المسمار، سأفعل ذلك بشكل احترافي. بضع حركات وانتهيت. ماذا حدث لفستاني؟ ثوب الوردي الجميل. أعشق اللون البرتقالي. اللون المفضل لدي هو الأزرق، بالطبع سألون الجدران باللون الأزرق. ستكون جدران جميلة جدا، سوف ألون كل شيء. مذهل، انتهيت من هذا الطلاء الآن. أنيق. لا يوجد شيء أخضر هنا، أنا أحب الجدران أن تكون خضراء. أحب الإشراق كثيرا، هذا رائع. لماذا تفعلون ذلك؟ بالطبع أنا أحب اللون الوردي، لكنني بحاجة إلى تزيين هذه الجدران قليلا. المخمل أجمل بكثير، سأنعمه قليلا. هذا سيجعله أكثر أناقة وراحة. ما الذي يقطر علي؟ اللون البرتقالي الجميل، خلاب. إذن يا فتيات، هل أنتم جاهزات؟ حان وقت النوم. كم هذا قاسٍ.
رأسي يؤلمني. أوه، ماذا أفعل؟ آه، لدي فكرة. سيكون علي الإحماء قليلاً قبل ذلك. الآن آخذ المضرب. حسناً، من معي؟ ما خطبك؟ هل يمكنك مساعدتي في رمي الوسائد للأعلى؟ ولم لا؟ أنا أعرف ماذا سأفعل. سأخذ هذه الوسادة. أمسكي. ممتاز، شكراً جزيلاً، هذا ما احتجته بالضبط. واحدة أخرى. أوه، لكن هناك شيء مفقود. ها هي، أمسكي آخر واحدة. أمسكي. أنا أمسك. أوه لا، الكتاب تحطم. كم هذا غير صار؟ ما هذا؟ كتابي لعلم الأحياء. آسفة، لم أقصد ذلك. سأتظاهر أنه ليس أنا، والآن سأذهب بهدوء. أوي، ما هذا؟ ما هذا الصندوق؟ مثير للغاية، أحتاج إلى فتحه. لكن أولاً سأضعه على سريري حتى لا يلاحظه أحد. من الواضح أن هناك شيء مثير للاهتمام. واو، جميل، أنا أعشق كرة السلة وكل شيء يتعلق بها. بماذا سأزين سريري أيضاً؟ أوه، هذه الأعلام، جمال ناري. دامبلز، وكيف سيكون الأمر بدونهم؟ خطرت لي فكرة، سأعلق الخطافات وأضع الدامبل المفضل لدي عليها بعناية. كم أنا قوية. هذا شيء رائع، وأنا أريد أن أزين غرفتي أيضاً. ماذا يوجد في صندوق الأزرق؟ رف كبير للكتب. سأضع كتب المدرسية، فن، علم الفلك واللغة اليابانية أيضاً. وأعلق المصابيح الكهربائية، وإلا كيف سأقرأ؟ لا أحب القراءة في الظلام، هذا يؤلم عيني. لعبتي المفضلة كم هي ناعمة. والوسائد أمر لابد منه. وهناك أيضاً خريطة جغرافية، سوف ألصقها هنا. رائع، مريح للغاية، يمكنني النوم الآن. أنا بحاجة لصنع بعض الجمال. ماذا عن صندوق الوردي؟ بالطبع لا توجد زينة كافية. سوف أنفخ تمثالاً حتى أتمكن من الاستمتاع بالجمال والراحة معاً. لا أستطيع التنفس. ماذا تفعل هناك؟ أخيراً نفخت فلامينغو وردي رائع. ووسائد وردية، هذا مذهل. ماذا لدي أيضاً؟ فراشات مضيئة، أحب كل هذا الجمال. سوف ألصق القلوب أيضاً، رومانسي. الآن هذا ممتع للغاية، نعم ومريح. لقد قمت بعمل رائع. ماذا يوجد في صندوق الأخضر؟ سأعلق كل ما عندي من زينة هنا. الهياكل العظمية مناسبة جداً. ممتاز، سوف أنشرها هنا. الرف سيكون هنا، ومصباح الحمم فقط مثالي. الوسائد الخضراء الداكنة تضيف أناقة إلى سريري، رائع. أريد أن أكل شيئاً ما. أنا أعرف، سأطلب من ماك دوك. سأشتري كل أنواع الأشياء اللذيذة. لقد وصلوا بالفعل، رائع. مرحبا، شكرا على الطلب. مع السلامة. مذهل، سأكل أخيرا. ماذا لدي هنا؟ فطيرة الكرز، إنها لذيذة جدا. الآن سوف أكلك. الأخضر لي، تعالي أعطني هنا بسرعة. ممتاز. للأسف، إذن سأرى ماذا يوجد غير ذلك. همبرجر في علبة زرقاء، أريد أن آكله. إنه لي، إنه أزرق وهذا لوني. مذهل. الخبز مع الخس كما أحبه. انتهينا، أنا ذاهبة. مهلا، ماذا عني؟ هناك همبرجر آخر، سأستدير بهدوء حتى لا تراه. لا، خمنت بالفعل أن لدي همبرجر. هيا خذي. كم هذا لذيذ، لقد كنت جائعة فعلا. هل بقي أي شيء آخر هنا؟ لم يتبقى أي شيء من طلبي، كيف ذلك؟ هيا انزل. نعم، ماذا سآكل؟ صلصة؟
هذا ليس ألذ طعام في العالم، لكن سأجربه الآن. يم يم يم، لا بأس به. حسناً، سأكتفي بالصلصة على الرغم أنني أردت تناول شيء ألذ. ليس هذا، ليس ذاك. أوه، ما هذا؟ انطفأ هاتفي. وماذا سأفعل الآن؟ أشعر بالملل جداً. أتساءل ماذا تفعل الفتيات؟ جميعاً على هواتفهم. ها، خطرت لي فكرة. دعونا ننظر ماذا في صندوق الأخضر. هذا هو معنى الترفيه والتسلية. تلفزيون رائع حقيقي. بالكاد يناسب غرفتي الصغيرة المريحة. وهنا سأضع سوني بلاي ستيشن الأنيق. الآن سوف ألعب. يا بنات، من سيلعب معي؟ لدي بلاي ستيشن. كمان. أوكي. أنا سأتي إليك. سنمرح. خذي هذه القبضة. عظيم، ماذا سنلعب؟ سأهزمك الآن. لا، أنا سأهزمك. واو، رائع. ماذا يحدث هناك؟ أنا أريد أيضاً. دعنا نلعب معاً لنرى ماذا لديهم. مرحباً يا فتيات. فات الأوان. كم هذا مزعج. ماذا سنفعل الآن؟ لدي فكرة. ماذا تقصدي؟ انظري ماذا لدي. شاشة وردية. وهذا ليس كل شيء. لدي نظارات الواقع الافتراضي وأجهزة التحكم عن بعد. سنحظى بالكثير من المرح الآن. هل ستلعبي معي ماينكرافت؟ ممتاز، إنها أكثر متعة من لعب نوع من ألعاب البلاي ستيشن. إذن هيا بنا. خذي عصا التحكم ودعنا نستمتع على أكبر وجه. واو، انظري ماذا لديهم. يلعبون ماينكرافت في الواقع الافتراضي. واو، أنا أريد أيضاً. أنا أيضاً، دعنا نشاهد. مرحباً يا فتيات. ماذا؟ لماذا تقاطعوننا؟ لا، نحن مشغولون بالفعل. مستفزات والشريرات لا يسمحون لنا باللعب. أنا أحب عملي. يمكنني الجلوس بلا حركة طوال اليوم، أو يمكنني تعلم القتال. مرحباً، جئت لفحص طبي. أولاً أعرضي ماذا لديك في الحقيبة. لا، لسنا بحاجة لهذه الأنواع من الأطباء. اذهبي. ما زلت بحاجة للتحقق. إذا كنت لا تريدين لي السماح بالدخول، سأضطر إلى اطمئنان عليك مع هذه الحقنة الشرية. هيا اخلعي سروالك. أنت تعرفي، لا من الأفضل فحص السجناء. يبدو مريضاً، اذهبي إليه. ها هو أيتها الطبيبة، تحققي منه. ماذا؟ نعم نعم بالضبط، معدتي تؤلمني كثيراً. يبدو أنه مريض حقاً. لن أنزعج، حقنة شرجية هي مسألة شخصية. انظر أندي، أحضرت لك بطروج. آمل أنني لم أخطئ. ها هو دروجك. إنه ليس دروجك، هذه قطة. لقد أخطأت قليلاً، لكن لا تقلق، سأتي مرة أخرى. سوف تأتي، لكن عليك أولاً المغادرة. أنا أعاني من حساسية تجاه القطط. لا تخاف، لدي حقنة مع الدواء المناسب، سأعطيك الحقنة. لا تقلق من الحساسية. ليس ضرورياً، اذهبي خلف القطة. أنا سأصلح وضعي. الآن ينتظرني طعم لذيذ. من أين أتت القطة؟ كيف دخلت المبنى؟ علي أن أطردك، أنا آسفة. هي غادري. ابتعدي. لقد كشفنا. بينما تستعيد الشرطية وعيها، الشيء الرئيسي هو تغيير البدلة في المرة القادمة. مرحبا، لقد جئت للتنظيف. أولاً أحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة عليك. ربما تحملين شيئاً خطير أو غير قانوني. لا تكوني سخيفة، أنا عاملة تنظيف. هل تريدين كيت كات؟ شكراً جزيلاً، لكن الشوكولاتة ليست أهم من العمل. ماذا يوجد في الدلو؟ في
تتجدله، لا يوجد شيء. ماذا تفعلي بي؟ لدي عشرة منازل أخرى، لا تزعجينني. ماذا يحدث؟ أوه، سأخرج على الأقل، سأنظف. أندي، لقد أحضرت لك دروشكا. وجدت الثلاثة. الثلاثة؟ هو واحد فقط. مستحيل، لقد وجدت ثلاثة أسماك ذهبية. سمك؟ من يسمي السمك دروشكا؟ إنه ليس هو. اهدأ، ستأتي الشرطة خلف الأسماك. سأخفيها، لكن أين أنا سأضعهم؟ بالضبط في المرحاض. هناك أيضاً ماء، مما يعني أن الأسماك ستكون آمنة وسليمة. ماذا يحدث؟ لماذا الماء على الأرض؟ لماذا أتيت؟ كنت على وشك الذهاب إلى المرحاض. أوه، سنغادر على وجه السرعة. آمل أن تجد دروشكا، بدونه أشعر بالسوء. أفتقد كلبي كثيراً، أتمنى أن يكون بخير. مرحباً، اسمي جيري، وأتيت للتحقق من بعض الأشياء. افحصي حقيبتي. يبدو أن كل شيء على ما يرام، تفضل بالدخول. قف. أولاً، هل يمكنك إلقاء نظرة على مقعدي؟ لقد كسر، لا أستطيع تصليحه. كرسي، نعم، يحدث كثيراً، كل شيء بسيط، نحتاج إلى لاصق. لاصق؟ نعم. مرة أخرى وضعت السلطات أرخص مصلح. حسناً، لدينا مشكلة مع هذا الضوء، هل يمكنك أن تثبتي هذا المصباح الكهربائي؟ بالتأكيد، بالنسبة لي هذا شيء بسيط. الآن أنا بحاجة لمعرفة كيفية الوصول إلى أندي. بالضبط، للقيام بذلك علي حفر حفرة ضخمة في الحائط. أعتقد أن المطرقة ستساعدني. جدران السجن أقوى من أي مكان، لكن لا مشكلة، لا يزال لدي هذا المثقب. ما هذا؟ يبدو أننا بحاجة لاتخاذ تدابير قصوى. الآن هذا بالتأكيد سيعمل. ماذا يحدث؟ لا تقلقي، كل ما أحتاجه هو إدخال المصباح الكهربائي. أخيراً سيرى أندي صديقه. أين دروجوك؟ إنه بالتأكيد لن يتناسب مع هذا الثوق. ماذا؟ هل هذا فأر؟ ماذا حدث؟ من أين أتى هذا الجرس من الحائط؟ قبل فوات الأوان سأذهب. مساء الخير، قبضت على مجرم خطير، إنه لص. هذا النمس أنا بحاجة لوضعه في زنزانة. الجميع كان يحاول الإمساك به لفترة طويلة. ادخلي، الزنزانة جاهزة. أين موزتي؟ ماذا يحدث هناك؟ جين، لقد أتيت مع دروشكا. نعم، ها هو. هل أنت سعيد برؤيته؟ هذا نمس وليس دروشكا. كيف هذا؟ مسكين أيها الحيوان. لحظة، ماذا يحدث؟ أنت لست شرطيا، يجب أن أتخذ الإجراءات المناسبة ضدك. أين أسلحتي؟ يبدو أن هذا النمس محترف في السرقة. ما هذا؟ هذا ليس جميلا. حان الوقت، نحن آسفون، سنذهب. قفي. لا، لن تلحقي بها، لن أسمح لك. أتعرف ماذا؟ لم أطعمك كل اليوم، خذ هذه الموزة، ستأكلها طوال اليوم. صحة وعافية. اسمحي لي بالدخول، أحضرت طعاما للسجناء. آمل ألا توجد حيوانات بالداخل. حصلنا مؤخرا على نمس. أي حيوانات؟ هذا خاطئ. بالتأكيد. هل يمكنني الحصول على هذه الأجنحة؟ أنا جائعة جدا. بالتأكيد، صحة وعافية. أخيرا سأكل، يمكنني تناول طعامي بشكل طبيعي. حسنا، من أين يأتي هذا الشعر؟ أعتقد أنني فهمت.
أندي، أنا جين، أحضرت دروشكا. حقاً، أخيراً، تعبت من الانتظار. طائرة طول لمدة ساعتين. ها هو دروشكا السريع والرشيق. هذا ليس دروشكا، إنه أرنب. فهمت كل شيء. هذا أنت مرة أخرى مع حيواناتك. ماذا؟ أية حيوانات؟ تحت الأغطية. لا يوجد شيء. مستحيل. بداخله كان هناك شعر ما وصوف. أترين؟ لا شيء، لقد بدا لك. كلا، أعلم أنك تخفي شيئاً. عن ماذا تتحدثين؟ لم أرى أي شيء. أحسنت عملاً أيها الأرنب، لقد تمكنت من القفز تحت القبعة. قفي، إلى أين تدخلين؟ سأذهب إلى أندي، أنا زوجته. لدينا عائلة وطفل صغير، هل يمكنني الدخول؟ كل ما في الأمر أن الطفل يشتاق إلى والده بالفعل. طفل، بالتأكيد ادخلي، لم يقل أندي أي شيء عن عائلته. أندي، أنا مرة أخرى، يبدو أن هذه المرة أحضرت لك دروجوك. لماذا لم تقل على الفور أن دروجوك هو كلب؟ دروجوك، في النهاية أنت معي، كم اشتقت إليك، أعطني إياه. الآن إنه ممتلئ الجسم، لا يمكنه المرور عبر القضبان. أوه، أمسكي به، هو يركض. ماذا يحدث؟ لماذا تحول مركز الشرطة إلى حديقة حيوانات؟ أيها الكلب، إلى أين؟ ساعدوني، لقد تعرضت للهجوم. يبدو أنها الفرصة للسماح لأندي للخروج. المفاتيح هنا. تستطيعين إخراجي؟ نعم، حالا ستكون حرا، فقط اختار المفتاح الصحيح. أعتقد أنني أعرف كيف أهدئ هذا الحيوان. هل تريد النقائق؟ أنا أعلم أنك سوف تفعل، اذهب وأحضرها. الآن اذهب معي، هناك عقاب. حسناً حسناً، ماذا تفعل؟ لا شيء، أنا في الواقع هنا. دروجوك، ستكون الآن مع صاحبك. صحيح، سيتعين عليك الجلوس في الزنزانة معاً. أوه، صديقي دروجوك، أخيراً نحن مع بعضنا البعض. وأخيراً يمكنني العودة إلى المنزل. وأنت حولت السجن إلى حديقة حيوانات، لذلك ستجلسي خلف القضبان لفترة من الوقت. الآن لن تكونوا حزينين أبداً. وأنا سأذهب لتناول الطعام. الآن أصبح المكان مزدحم، لكن ليس